هل السنن تتداخل في بعضها؟ مثلا من أراد سنة الوضوء تدخل مع سنة الضحى. يصح، لأن لا يعني بعض السنن تكون مقصودة بذاتها فهذه لا تتداخل، وبعض السنن يكون المقصود تحصيل الصلاة فقط، يكون المقصود تحصيل الصلاة فقط. فمثلا سنة الوضوء المقصود أن تصلي ركعتين بعد الوضوء، سواء سنة الوضوء أو ركعتي الضحى أو راتبة الظهر أو راتبة الفجر أو السنة التي تكون بين الأذان والإقامة، لأن بين كل أذانين صلاة. وكذلك تحية المسجد، يجوز إذا دخلت المسجد أن تصلي بنية الراتبة وتغني عن تحية المسجد. أما إذا كانت العبادة مقصودة بذاتها فإنها لا تتداخل. ولهذا لو قال قائل سأجعل راتبة الظهر الأولة التي أربع ركعات أجعلها ركعتين وأنويها عن الأربع، نقول لا يصلح. لماذا؟ لأن السنة هنا مقصودة بذاتها، يعني مقصود أن تصلي ركعتين ثم ركعتين. وهكذا أيضا سنة الطواف مع سنة الفجر. مثلا لو انتهى الإنسان من طوافه بعد أذان الفجر وقبل الإقامة فنوى بالركعتين سنة الطواف وراتبة الفجر، فإنه لا تغني إحداهما عن الأخرى، لأن سنة الطواف سنة مقصودة بذاتها، وسنة الفجر سنة مقصودة بذاتها.